السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول شهر رمضان المبارك. نرحب بكم في برنامجكم الجديد الشعائر الدينية، والذي تدور حلقاته حول موضوع الشعائر الدينية لما لها من أهمية بالغة في عصرنا، تتعلق بواجب المسلم تجاه الشعائر الإسلامية من جهة، والشعائر الدينية لغير المسلمين من جهة أخرى، فضلاً عن أن الحكام المستبدين يستخدمون الشعائر الدينية مطية لتمكين حكمهم وتبرير استبدادهم، حيث يزعمون أنهم حماة الدين والديار. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقات المباركات الأستاذ محمد نور حمدان، المتخصص في قضايا الشعائر الدينية والردة، والباحث في مركز شامنا للدراسات والأبحاث الشرعية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. حياك الله أستاذ ماجد. أستاذ محمد، ما المقصود بالشعائر الدينية؟ الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا وصلاحا في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية أخ ماجد، لابد لنا أن نبين معنى الشعائر. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. الشعائر هو جمع شعيرة، والشعيرة بمعنى العلامة، ومنه سمي شعار الحرب أي العلامة. ومتعبدات الله عز وجل سميت بالشعائر لأنها أعلام لنا. ففي الحج من شعائر الحج الوقوف بعرفة والطواف حول الكعبة، وفي المبيت بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة، هذه كلها من الشعائر. وقال الحسن: دين الله كله من الشعائر. فمتعبدات الله تعالى التي جعلت أعلاما لنا هي شعائر. طيب أستاذ محمد، يعني هذا التعريف تتناول به الشعيرة، تعريف الشعيرة من حيث المعنى اللغوي. طيب تعريفها من حيث المعنى الاصطلاحي، ولو تزودنا ببعض الأمثلة أيضا. طبعا الشعيرة بالمعنى الاصطلاحي لا تخرج عن المعنى اللغوي. فكل علم جعل لدين الله تعالى فإنه يعد من الشعائر. فمثلا البدنة أي الإبل والبقر والغنم التي كانوا يهدونها إلى الحج، فكانوا يعلمونها أي حتى يشعر يعلم الناس أنها مهداة إلى الحج، لذلك سميت شعائر لأن فيها علامات تدل على أنها من شعائر الله تعالى. فالشعائر هو معنى عام لدين الله تعالى ولمتعبدات الله تعالى في الأصل. طيب أستاذ، يعني انطلاقا من هذا التعريف، هل من الممكن أن نعتبر مثلا الأذان شعيرة، الكعبة شعيرة؟ يعني الأذان من الشعائر لأنها علما ودليلا على متعبداتنا. ممكن تقول الحجاب من الشعائر، حتى العيدين الفقهاء ذكروا في كتبهم الفقهية أن العيدين من الشعائر. وفي الموسوعة الفقهية ذكر أمثلة كثيرة عن الشعائر، من ضمنها العيدين والحجاب والأذان والمساجد ومحبة الله عز وجل وتعظيمه ومحبة الصحابة، هي كلها من الشعائر لأنها أعلاما على ديننا. طيب يعني أستاذ، انطلاقا من هذا المفهوم ومن هذه الأمثلة، يعني هل نستطيع القول أن الشعائر الدينية تتعلق فقط بالجانب المادي، أم تمتد أيضا لتشمل الجوانب المعنوية كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرسل، الإيمان بباقي الأديان السماوية؟ يعني هل هذا المعنى وفق هذا التعريف يمتد ليشمل الجانب المادي والمعنوي أيضا، أم يقتصر على أحدهما؟ المعنى الآن الدارج بين الناس أنه الشعائر هي، إذا أطلقت كلمة الشعائر أو مصطلح الشعائر، نعم، فإنهم يفهمونها على الأمور المادية، مثل المساجد يعتبرونها من الشعائر، مثل أعمال الحج يعتبرونها من الشعائر. لكن الشعائر إذا نظرنا إلى تعريفها، وكما قلنا أنها دين الله
كل دين الله كله فتشمل الجانب المادي والجانب المعنوي. فمثلا تعظيم الله تعالى هو من الشعائر، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الشعائر. تنصرف إلى الجانب المادي أم المعنوي؟ الجانبين. محبة الله تعالى تعد من الجانب المعنوي. طب أفرض لنا أمثلة يعني تتعلق فقط بالجانب المعنوي للتوضيح. محبة الله هي من الجانب المعنوي وهي من الشعائر. محبة الصحابة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها من الشعائر وهي من الجانب المعنوي. طب الجانب المادي؟ الجانب المادي مثل المساجد، المصحف هو من الجانب المادي وهو من الشعائر. كيف نستطيع التمييز بين أن تلك الشعيرة تنصرف إلى الجانب المادي أو تنصرف إلى الجانب المعنوي؟ كيف نستطيع التمييز يعني بين الأمرين؟ طبعا الجانب المادي هو جانب ملموس محسوس، يعني المساجد هو جانب ملموس محسوس فهذا من الشعائر. الحجر الأسود هو محسوس فهذا من الشعائر المادية. أما الأمور المعنوية فهي تتعلق في العقيدة، يعني محبة الله تعالى هو في قلبنا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الجوانب المعنوية للشعائر. لكن الآن الحكم عندما نتكلم عن الشعائر فإننا نشمل الجانبين المادي والمعنوي ولا نقتصر على جانب منهما دون الآخر. نعم. طيب أستاذ، يعني انطلاقا من هذا الكلام ومن هذا المفهوم، يعني هل نستطيع القول أن الشعائر الدينية خاصة فقط بالمسلمين أم أن لكل دين يعني شعائره الخاصة به والتي يجب احترامها وعدم الاعتداء عليها؟ طبعا نحن عندما قلنا الشعائر أي أعلام الله، الأعلام التي جعلت لأي دين ما. ففي الشريعة المسيحية عندهم شعائرهم الخاصة بهم، الشريعة اليهودية عندهم شعائرهم الخاصة بهم، حتى المشركين، حتى الطوائف الغير يعني من أهل الكتاب عندهم شعائر خاصة بهم. فمثلا في الشريعة المسيحية الإنجيل من الشعائر، حتى الخمر والخنزير من الشعائر، الصليب يعتبر أيضا من الشعائر. نعم الصليب يعتبر من الشعائر. والفقهاء في كتبهم الفقهية عندما ذكروا شعائر غير المسلمين ذكروا ففي الشريعة المسيحية مثلا الخمر والخنزير من الشعائر، في الشريعة اليهودية أيضا الناقوس يعد من الشعائر، الدير وهو مكان يتعبد به، مكان يتعبد به أيضا من الشعائر عندهم، التلمود وهو شرح للتوراة، يعني مو التوراة فقط من الشعائر وإنما التلمود لأنهم يعظمونه، يعني أي شيء تعظمه ديانة ما فهو يعد من الشعائر. طيب هل يتوجب عفوا حتى عند حتى عند المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الآلهة عندهم من الشعائر، لذلك تذكر الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالصحابة كانوا يسبون مثلا الأصنام فنزلت الآية نهيا لسبهم حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، إنه كما تسبوا شعيرتنا سنسبوا شعيرتكم. طيب أستاذ، يعني أنت حضرتك تفضلت بأن الصليب يعتبر شعيرة عند في الشريعة المسيحية، الخنزير، الخمر، يعني هل نستطيع القول أن المسلمون يجب أن المسلمين يجب عليهم احترام تلك الشعائر؟ طبعا أنا حاليا يعني فيما لو حدث اعتداء هل هناك عقوبة ما، يعني فصلنا في هذا الأمر. نحن عندما نكون في دولة ما وهو يوجد عدة شرائع أو عدة أديان في المعنى المتداول، مثلا الديانة المسيحية، الديانة اليهودية، الديانة الإسلامية، فشعائر هي محترمة وهناك عقد وعهد بين المسلمين وبين غير المسلمين، حتى في زمن الصحابي، في زمن بعد الصحابي الخلفاء الراشدين هناك عهد بيننا وبينهم، فيجب علينا أن نحترم شعائرهم، لا نقول نعظمها وإنما نحترمها، فلا نهين هذه الشعائر، لا يجوز الاعتداء عليها طبعا، ونتركهم وما يدينون. حتى أنت بتعرف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات الفتح كان عندما يذهب يقول لهم لا تقتلوا راهبا في صومعته، فهذا من باب يعني احترام شعائرهم. لكن يجب أن نفرق بين معنيين، احترام الشعائر لا يعني تعظيمها وإنما هي متعبدات لهم، ويجب علينا نحن أن نحترم هذه الشعائر التي يعبدونها. طيب أستاذ، يعني في عصرنا الحاضر الكثير من الناس يتداولون مصطلح المقدسات، فهل هو هذا المعنى، معنى أو الاصطلاح لكلمة المقدسات ينصرف ذاته إلى معنى الشعائر الدينية أم هو معنى آخر؟ الآن هو يعني هل له أصل فيما لو كان، هل له أصل في شريعتنا، في الشريعة الإسلامية؟ طبعا يجب علينا أن نبين معنى المقدسات. أنا في صراحة قبل البحث في موضوع الشعائر كنت سأضع موضوع المقدسات،
بدل من مصطلح الشعائر. لكن عندما رجعت على إلى أصله اللغوي المقدسات، المقدسات في اللغة العربية من الطهارة، ومنه القدوس وهو اسم من أسماء الله عز وجل، ومعروف أن القدوس هو المطهر والمنزه من العيوب. ومنه مثلا رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة تأخذ لا تأخذ الحق من ضعيفها لقويها، لا قدست بمعنى لا طهرت. والآية القرآنية: ونسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك. وأيضا الأرض المقدسة، الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة. فكل شيء في اللغة في الشريعة أيضا، كل شيء تمت إضافته إلى الله تعالى سمي بالقدس. مثلا روح القدس لأنه يحمل الوحي وهو سيدنا جبريل عليه السلام. مثلا الأرض المقدسة سميت بالأرض المقدسة لأن الله عز وجل كلم فيها سيدنا موسى: إنك بالوادي المقدس طوى. القدوس هو اسم من أسماء الله الحسنى. فالحديث القدسي أيضا، الحديث القدسي بنعرف الحديث الذي تمت نسبته إلى الله تعالى. فكل شيء تمت نسبته إلى الله تعالى هو بمعنى المقدس. لذلك إذا نظرنا في اللغة وفي الشريعة نجد أن المقدس لها معنى يختلف عن الشعائر التي هي أعلام ومتعبدات. ولكن المصطلح حاليا دارج بين القوانين الوضعية، حتى في القوانين الغربية يستعملون لفظ المقدس، وفي الشريعة المسيحية أيضا بالذات يستعملون لفظ المقدس، ويريدون من هذا اللفظ المقدس أي معنى الشعائر. لكن الأفضل نحن في الشريعة الإسلامية نستعمل لفظ الشعائر. أستاذ محمد، أيضا يوجد يعني مصطلح في القرآن الكريم ورد ذكره: المحرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فما علاقة هذا المصطلح أيضا بموضوع الشعائر الدينية؟ هل هناك رابط بينهما أم لكل مصطلح يعني معنى آخر مستقل؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وردت في آية قرآنية، ووردت آية أخرى أيضا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحرمات بمعنى المحرمات التي لا يحل لنا أن ننتهكها. ومنه سمي المسجد الحرام بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز لنا أن نسفك فيه الدماء. فالحرمات عندما وردت في القرآن الكريم وردت بمعنى السلبي، بمعنى محرم لا يحل لنا أن ننتهكه. أما الشعائر عندما وردت وردت من معنى الإيجابي بمعنى التعظيم. لكن المصطلحين مترادفان، فالحرمات بمعنى لا يحل لنا أن ننتهكها، والشعائر يجب علينا أن نعظمها. طيب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسألوني في صلح الحديبية، يقول: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ومن باب الشيء لشيء يذكر أخ ماجد، انظر الآن إلى اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يسألوني خطة يعظمون حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وذلك عندما في صلح الحديبية، عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في مكة، فكلنا يعلم أن المشركين منعوه من دخول مكة، وكان هناك تفاوضات بينه وبين مفاوضات بينه وبين المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر المفاوضات قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ببنود صلح الحديبية، وبنود صلح الحديبية كانت في نظر المسلمين لأول وهلة أنها مجحفة في حقهم، وخاصة الشرط الأخير الذي ينص فيه أنه من جاء مسلما من مكة إلى المدينة فإن المسلمين يردوه، ومن جاء مشركا من المدينة إلى مكة فإن أهل مكة يأخذوه. وطبعا هنا نكتة لطيفة، ابن حجر في فتح الباري يقول: حتى هذا الشرط هو من باب تعظيم حرمات الله تعالى، وذلك أن مكة من دخلها كان آمنا. فالمسلم عندما إذا جاء من مكة من المدينة إلى مكة وهو مشرك، بما أنه دخل مكة أصبح آمنا، فلا يجوز لنا أن نعتدي على حرمة مكة مهما كان السبب. إذن أستاذ محمد، يعني بعد هذا الشرح هل تستطيع أن تمنحنا تعريفا لمصطلح الحرمة؟
طبعا الحرمات قلنا بمعنى المحرم أي المعاصي التي لا يحل انتهاكها. فمثلا حرمة مكة، مكة محرمة، فمن انتهكها يعد معصية وهو معاقب في الشريعة الإسلامية. طيب ما هو واجب المسلمين أفرادا ومجتمعات وحكومات تجاه الشعائر الإسلامية؟ ومن يقول تعالى، نركز على هذه الآية دائما، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله عز وجل هو من باب العقيدة، ومن يعتدي على الشعائر الدينية يخشى عليه الكفر. وأي أمة لا تستهين بشعائرها أو تستخف بهذه الشعائر فهذا علامة على الهلاك. نحن دول شيوعية في زمن الدول، الدولة الشيوعية هي أقصر دولة، يعني عمرت تقريبا 50 إلى 60 سنة. 50-60 سنة السبب أنهم لا يعترفون بشيء فيه دين، لا يعترفون بالدين أبدا، لذلك الله عز وجل محقهم. الآن نلاحظ مثلا في أمريكا في الدولار تقرأ We trust in God، يعني نحن نثق بالله. فعندهم تعظيم لشعائرهم، فالدول كلها تحترم الشعائر. فمن باب أولى المسلمين، دول المسلمين يجب عليهم أن يعظموا الشعائر الدينية والاعتداء على هذه الشعائر، سواء كان من المسلمين أو من دول أخرى غير المسلمين، يجب علينا أن نقاطعها مقاطعة اقتصادية. وسنتكلم إن شاء الله عن مؤتمر تعظيم حرمة الإسلام عندما قام الرسام الدنماركي في رسم بعض الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام، وكان المفروض الدول العربية تعتمد هذا المؤتمر، وفيه جوانب المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية للدول التي تتبنى الاعتداءات على الشعائر الدينية. سنفرد حلقة خاصة إن شاء الله عن هذا الموضوع. أريد أن أسألك أستاذ محمد عن واجب المسلمين تجاه الشعائر الدينية عند غير المسلمين، يعني سواء في بلادهم أو في البلاد الإسلامية، وخاصة أنت تعلم يعني تاريخ المسلمين ناصع جدا، وتوجد صور يعني كثيرة جدا في احترام الشعائر الدينية لغير المسلمين كالشريعة المسيحية واليهودية وما ذلك. ده أذكر لك تاريخيا، المسلمون عندما قدموا إلى بلاد الشام فاتحين وجدوا الكنائس، وهذه الكنائس حتى الآن موجودة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يعتدوا على هذه الكنائس، وإنما بقيت مفتوحة للمسيحيين، لهم ما يدينون وما يعتقدون، فلا نقترب على معتقداتهم ولا نقترب على شعائرهم. وبما أنه الاستقراء أنه لم يذكر مسألة تاريخية أنه الصحابة اعتدوا على كنيسة أو اعتدوا على دير أو اعتدوا على مكان في للعبادة، فدليل هذا دليل أنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والخلفاء أيضا احترموا هذه الشعائر. مثلا نضرب مثال في حلب، قلعة سمعان. قلعة سمعان هي في الأصل دير، وعندما جاء المسلمون فاتحين تركوها. فهذا دليل على أننا لا نحترم الشعائر الدينية. نعود ونذكر في التفريق بين التعظيم والاحترام، فاحترامنا لشعائر الدينية لغير المسلمين لا يعني أن نعظمها. وطبعا ما بما أنه غير بالنسبة لهذا الأمر التفصيلي، يعني كيف تطلب من المسلمون احترام الشعائر الدينية لغير المسلمين وبنفس الوقت أنت تقول لي ألا نعظمها؟ يعني كيف حل هذا الإشكال هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في فتوحاته كان يقول لا تقتلوا راهبا في صومعته. فيعني عدم قتل الراهب يعني تعظيمه؟ لا يعني تعظيمه، وإنما يعني عدم الاعتداء عليه. فاحترام هذه الشعائر يعني عدم الاعتداء على هذه الشعائر، لأنه الغير المسلم عندما يكون في دولة إسلامية فهو مواطن وله حقوق وعليه واجبات، وأيضا للدولة الإسلامية لها حقوق يجب أن تؤديها لهذا، لها حقوق يجب أن تأخذها من غير المسلم، وعليها واجبات يجب أن تؤديها له. ومن الواجبات التي يجب أن تؤديها الدولة الإسلامية لغير المسلم هو عدم الاعتداء على شعائره، وإنما نتركه وما يدين ونتركه وما يعتقد، ولا نقترب على هذه الشعائر بالاعتداء عليها. وهناك في هذه المسألة اعتداء المسلمين على شعائر غير الإسلامية أيضا جريمة، وهناك عقوبة سنذكرها إن شاء الله. يعني أستطيع القول أنه يجب على المسلمين احترام الشعائر الدينية عند غير المسلمين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على شعائرهم طبعاً. بل توجد عقوبات رادعة خصها الشرع فيما يتعلق في هذه المسألة.
هذا بالنسبة لغير المسلمين الذين يعيشون داخل دولة إسلامية، وأيضا هناك احترام دولي، عرف دولي، كمثلا يجب علينا أن نحترم شعائر الدول الأخرى كما هم يجب عليهم أن يحترموا شعائرنا، يعني الاحترام يجب أن يكون متبادل، وعلى فرض أنهم اعتدوا على شعائرنا فنحن المسلمون يجب علينا أن لا نعاملهم بالمثل، وإنما هناك أحكام خاصة للاعتداء تضبط هذه المسألة إن شاء الله. طيب أستاذ، يعني هل سبق برأيك، هل سبق أن تعرضت الشعائر الدينية للاعتداء كما يحصل الآن في عصرنا الحاضر، من حيث قصف المساجد، الإهانة للكتب السماوية، الاستهزاء بالأنبياء، ويعني في كل فترة تقريبا يحصل استهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني برأيك هل تعرضت هذه الصور سابقا؟ طبعا الاعتداء على الشعائر الدينية لم يكن وليد اللحظة الراهنة، وإنما الاعتداء على الشعائر الدينية إذا كنا نتكلم عن التاريخ الإسلامي وجد منذ عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبذا لو تضرب لنا الأمثلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتهمه الكافرون بأنه مجنون وبأنه كذاب، وأيضا الاعتداء لم يقتصر على ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الاعتداء أيضا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة رموها بالزنا، فأنزل الله عز وجل براءتها في 10 آيات من سورة النور. فالاعتداء كان منذ عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الاعتداء في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. طيب يعني ما هو أول اعتداء حصل في تاريخ البشرية على الإطلاق؟ طبعا الاعتداء على الشعائر الدينية كان منذ عهد سيدنا نوح عليه السلام، وحتى الرسل كلهم قد اعتدوا عليهم، فسيدنا نوح عليه السلام رماه قومه وقالوا له بأن بك ضلالة، يعني مرض في عقلك، وأيضا سيدنا صالح، وأيضا هود، وعلى مر التاريخ الرسل كلهم عانوا من هذه الاعتداءات. في زمن الخلفاء الراشدين هل كانت هناك أيضا اعتداءات؟ في زمن الخلفاء الراشدين نعرف الفتنة التي صارت في زمن الخلفاء الراشدين، فكان هناك اعتداء على الصحابة، سب الصحابة، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قاموا بقتله، فهذا اعتداء لأنه سيدنا عثمان بن عفان من الصحابة، فهذا اعتداء أيضا طبعا، فهذا اعتداء أيضا على الشعائر الدينية. يعتبر الاعتداء على الصحابة أيضا من الشعائر الدينية؟ الصحابة أصبحوا رموز للمسلمين، فأنت أي رمز تقوم بإهانته فكأنك تعتدي على شعيرة من الشعائر الدينية، وهذا من الجانب المعنوي الذي ذكرناه. يعني حب محبة الصحابة رضي الله عنهم هي من الشعائر الدينية التي لا يجوز الاعتداء عليها، فأبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هم رموز المسلمين. معنى ذلك أيضا سبهم ينسحب أيضا إلى الإساءة إلى الشعائر الدينية أو طبعا الشعائر الإسلامية. وهو يعد جريمة ومعاقب عليه في أي قانون، سواء كان القوانين الإلهية أو كان القوانين الوضعية، وسنستعرض نصوص من القوانين الوضعية التي تعاقب على هذه الجريمة. طيب في العصور الإسلامية المتأخرة الاعتداء كان في العصور الإسلامية، مثلا القرامطة قاموا حاولوا بسرقة الحجر الأسود، هذا اعتداء أيضا على الشعائر الدينية. في زمن من؟ يعني في زمن نور الدين الزنكي، نعرف أن نور الدين الزنكي رضي الله عنه قام وصب حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان المعتدي أستاذ محمد؟ القرامطة الرافضة حاولوا الاعتداء وسرقة الحجر الأسود، فالاعتداء لم يعني كان على مر العصور، وطبعا المغول نعرف عندما دخلوا إلى بغداد ودنسوا الشعائر الدينية وخربوا المساجد والكتب الشرعية، أيضا كتب الفقهاء، كتب الفقهاء أيضا تعد من الشعائر الدينية، العلم هذا العلم الشرعي هو يعد من الشعائر الدينية، فعندما قاموا بتدنيس هذه المعتقدات كلها فهو اعتداء على الشعائر الدينية. طيب في عصرنا الحاضر أستاذ، طبعا يعني صور المغول واعتداؤهم على الشعائر الدينية تنسحب أيضا على ما يقوم به النظام المجرم في سوريا من اعتداء على المساجد واعتداء وحرق الكتب السماوية والقرآن وشرب الخمور في المساجد، هذه كلها من صور الاعتداءات، والاعتداءات لم يبقى فقط على اعتداء على شعائر المسلمين، وإنما كان الاعتداء على شعائر أيضا المسيحية عندما قاموا بقصف الكنائس أيضا. يعني وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك
العين.